بعد الاغتيالات الإسرائيلية المتتالية لقادة إيرانيين في سوريا، اضطرت الميليشيات الإيرانية المتواجدة هناك إلى تغيير استراتيجيتها. فبحسب مصادر، فإن الاستهدافات الإسرائيلية لشخصيات قيادية كان أبرزها اغتيال القائد رضي موسوي، دفعت إيران لتخفيض عدد مستشاريها. وتضيف المصادر أن عددا من المستشارين غادروا الأراضي السورية والمناطق المدنية التي كانوا يتواجدون فيها في بانياس وحمص وكفر سوسة. ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن ما لا يقل عن 8 مستشارين إيرانيين غادروا سوريا خلال الأيام الأربعة الماضية. وينضم إلينا حول هذا الموضوع من مدينة كوفنتري البريطانية رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. مساء الخير أستاذ رامي، أهلا بك معنا في الأخبار ليلة دائما. بداية من المعلومات الموجودة حول انسحاب أو مغادرة مستشارين إيرانيين، نتحدث بحسب معطياتكم عن 8 مستشارين في 4 أيام، ولكن هل في عدد إجمالي لمن خرج فعليا، وأيضا نسبة ومقارنة بمن بقي؟ نعم، مساء الخير. نتحدث عن مستشارين إيرانيين ولا نتحدث عن عناصر حقيقة الأمر. مستشارين إيرانيين أي أنهم في مراكز كبيرة، كانوا في ضمن دوائر قوات النظام وتطوير السلاح، كان بعضهم يقيم في مصياف وله علاقة بما يعرف بمركز البحوث العلمية في مصياف الذي تعرض للقصف أكثر من مرة، وأيضا البعض الآخر في حمص ودمشق وطرطوس. بعد الاستهدافات الأخيرة على ما يبدو بأن هناك إرباك واضح، وهذه معلومات وليس تحليلا، إرباك واضح لدى الإيرانيين الذين كانوا يقيمون في مناطق مدنية، لم يعد لديهم ثقة على الإطلاق حقيقة الأمر في قوات النظام ولا حتى في استخبارات قوات النظام. الأمر الذي دفع هؤلاء المستشارين إلى مغادرة سوريا، وليس مغادرة هذه المناطق باتجاه مناطق التي قد يعتبرونها أكثر أمناً، كون أنه لم تعد أي منطقة حقيقة الأمر هي آمنة لهؤلاء المستشارين الإيرانيين الذين باتوا مكشوفين بشكل واضح لدى إسرائيل. عندما نتحدث عن مصياف، هناك خبراء بتطوير الصواريخ هم غادروا، أيضا في طرطوس كان هناك من هم لهم علاقة بالدفاعات الجوية غادروا، أيضا ذات الشيء في حمص وادي دمشق. على الأقل ما تمكننا من معرفته 8 مستشارين إيرانيين غادروا الأراضي السورية وسط استياء كبير من ضباط قوات النظام الذين يعتبرونهم بأنهم هم الذين كشفوا أماكن الإيرانيين بالنسبة لإسرائيل. يعني اليوم بالنسبة للمستشارين الإيرانيين وبالنسبة لإيران، مصدر التسريب الوحيد للمعلومات وللمواقع هو جماعة سوريا فقط، جماعة دمشق؟ هم يعني التسريبات هي في الدائرة الضيقة. عندما تحدثنا عن مدينة بانياس على سبيل المثال، المستشار الإيراني الذي كان في بانياس والذي أيضا قتل مساعده وقتل مع عنصر من حزب الله، كانوا يعملون ويقومون عفوا كانوا يقومون في هذا المنزل على أساس أنه خبير نفطي ويعمل في شركة النفط في بانياس، بينما هو كان يعمل في قاعة الرادار التي تقع بين قلعة المرقب ومنطقة الزوبة. أي أن هناك من أعطى الأحداثيات لإسرائيل عن عمل هذا المستشار الإيراني في هذه المنطقة. ذات الشيء عندما استهدف منزل في شارع الحمراء، من يكون يعلم؟ كانوا يعلمون بأنهم لبنانيين مستأجرين هذا المنزل، ولكن علمت إسرائيل بأن هناك مستشار إيراني وعناصر من حزب الله معه. وأيضا عندما استهدفت شقة كفر سوسة، وعندما استهدفت فيلا في قرى الأسد، وقبلها المزة، وقبل ذلك منازل ضمن مزارع في يعني السيدة زينب، كل هذه دارت اتهامات إيرانية لقوات النظام ولمخابرات النظام بأنها هي التي حققت هذا الخرق لإسرائيل. طيب، وهم الآن من الناحية الثانية، هل في تحقيقات بدمشق إزاء هذا الموضوع؟ هل دمشق واعتقالات يعني من كثيف الرادارات في منطقة الزوبي معتقل ضابط منذ التفجير حتى اللحظة، أيضا في دمشق
منذ استهداف المزرعة اعتقل ضابط برتبة رائد وصف ضابط من مفرزة أمنية ولا يزالون قيد الاعتقال، والنظام يعلم بأنه هو في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وفي ظل عدم وجود شعبية أو حاضنة شعبية لإيران، من الممكن أن يكون هناك عملاء لإسرائيل كثر داخل الأراضي السورية مع الأسف، وهم موجودين بشكل كبير جدا، وإيران لم تتمكن حتى اللحظة رغم كل هذه السنوات من خلق حاضنة شعبية ومن خلق قاعدة شعبية لها في مناطق النظام وحتى داخل جمهور النظام. طيب من ناحية ثانية، هل هذا سيغير الأمور عسكريا على الأرض، مغادرة المستشارين الإيرانيين أستاذ رامي؟ بشكل قطعي بالنسبة لحزب الله الذي باتت عليه مسؤولية كبيرة الآن، والذي هو سيتولى هذه المسؤولية مثل ما تولاها في دير الزور. الآن عندما نتحدث عن دير الزور ووجود يعني آلاف المقاتلين الموالين لإيران، قد نجد بضعة مستشارين إيرانيين، بينما حزب الله هو الذي مسؤول عن تلك العملية. ستحمل حزب الله يعني حملا كبيرا ان يتولى مسؤولية هذه القوات داخل الأراضي السورية. شكرا جزيلا لك ضيفنا من مدينة كوفنتري البريطانية رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.